سلام من الله عليكم متابعي قناة جزيرة المعرفة الكرام. انظر ماذا فعل هذا الرجل بعدما هجم عليه أسد، شيء لا يصدق سبحان الله. ولكن إذا كنت مسلما لا تنسى اللايك والإعجاب بالفيديو، ولا تنسى أن تصلي على النبي في كومنت. في هذا الفيديو سوف نقص عليكم قصة عجيبة لشاب مسلم من دولة نيجيريا، حيث يقول الشاب: أنا اسمي إسلام، أبلغ من العمر 25 سنة، وتربيت وعشت في أسرة مسلمة، وكانت أسرتي فقيرة جدا، حيث أن أسرتي تتكون من أب وأم وخمسة من الإخوة، وكنت أنا سادسهم. وكان والدي فقيرا جدا ويعمل في مجال الزراعة، وأمي كانت تذهب إلى الأسواق لكي تبيع منتجات أراضينا الزراعية، فكانت تساعد والدي. وعندما كنت في المرحلة الابتدائية كان والدي يتمنى أن أصبح دكتور، ويقول لي: يا إسلام لا تخذلني، أريدك أن تصبح دكتور وترفع رأسي أمام أهل القرية. فأخذت كلام والدي بجدية وبدأت أذاكر وأذاكر حتى وصلت إلى المرحلة الإعدادية، وبعد ذلك حصلت على مجموع كبير جدا. فمن فرحة والدي أخذ ملفي وذهب ليقدم لي في المدرسة الثانوية، وبعد ذلك نجحت في أول سنة وفي ثاني سنة، ووصلت إلى السنة الأخيرة. بدأت أذاكر فيها كثيرا وأكاد لا أنام من كثرة المذاكرة، وجاء ميعاد الامتحانات ودخلت وأجبت على جميع الأسئلة. وبعد ذلك انتظرت النتيجة ووالدي الذي كان في قمة القلق، وبعد ذلك فوجئنا أن إدارة المدرسة جاءت إلى منزلنا لكي تبارك لنا، فكنا سعداء جدا، وأبي كان يشعر بالفخر. ومن فرحته أخذني إلى المدينة واشترى لي بعض الملابس الجديدة وحذاء جديد وشنطة سفر جديدة، وكنت سعيدا جدا لأنني قمت بإسعاد والدي وأسرتي، وكانت الفرحة في أعينهم. بعد ذلك ذهبت إلى كلية الطب وانتهيت من السنة الأولى والثانية بنجاح. أما السنة الثالثة أصبت بمرض وتعثرت فيها، لكن الحمد لله نجحت بتقدير جيد. بعد ذلك انتهيت من الدراسة في كلية الطب ونجحت الحمد لله، وحصلت على تقدير جيد جدا مع رتبة الشرف، وقد تم تعييني من قبل الحكومة في مستشفى بعيد عن العاصمة، وكان في منطقة نائية جدا، لدرجة أنني ترددت أن أذهب إليه، حيث أن المستشفى يقع في منطقة مليئة بالأسود والحيوانات المفترسة. وبعد تفكير عميق وأخذ رأي والدي وأسرتي قررت أن أذهب إليه، وبالفعل ذهبت إلى المستشفى، وهناك كنت أنا المدير لأن عدد العاملين فيه قليل جدا ولا يوجد إلا مريض أو اثنان يوميا. في يوم من الأيام جلست في مكتبي وسمعت صراخا يأتي من حديقة المستشفى، ووجدت أسدا يقتحم الحديقة والعاملون في المستشفى يتصدون له بكل حزم. نزلت مسرعا ومعي قطعة حديدية لكي أساعدهم في التصدي لهذا الأسد العملاق، ولكنني لاحظت أن الأسد لا يريد أن يتعدى على أحد وكأنه يبكي. قلت لهم أن يتوقفوا الآن، فبعد أن توقفوا وجدت الأسد نائم على الأرض وبسط يديه كأنه يبكي، فذهبت إليه ووضعت يدي عليه فوجدته لا يفعل شيئا وأخرج لسانه ولعق به رجلي. تأكدت حينها أن هذا الأسد وراءه شيء، فقام الأسد فذهبت وراءه أنا وبعض العاملين في المستشفى، حيث وقف الأسد ووجدت بجانبه زوجته. اقتربت منه ونظرت ووجدت مفاجأة صادمة، وجدت أسدا صغيرا في حفرة عميقة ويبدو عليه الإعياء الشديد، فقمنا على الفور بإنقاذ الأسد الصغير وإسعافه وتقديم له كافة الإجراءات الطبية اللازمة حتى أصبح في حالة جيدة. فوجدت الأسد الكبير والده ينظر إلي بنظرة كلها حب، كأنه يقول لي: شكرا لك يا دكتور على إنقاذك لابني. الغريب في الأمر أن الأسد كان يأتي يوميا في الصباح إلى المستشفى وينظر إلي ثم يذهب، واستمر هذا الأمر حتى تم نقلي إلى مستشفى آخر. وهنا تنتهي قصتنا، لكن ربما قد تكون القصة غير حقيقية، لكن خرجنا منها بعبرة مفيدة، وهي: لا تحكم على الأشياء من ظاهرها، وإنما يجب أن تتأكد.
فربما تظلم إنسانا أو حيوانا بمجرد أن حكمت عليه من أول نظرة. وفي هذا الفيديو أيضا سوف نقدم لكم قصة عجيبة عن ماذا فعلت هذه المرأة عندما هجم عليها ثعبان وهي تصلي. بالعمل الصالح يسعى المسلم للوصول إلى رضا الله تعالى، فيقوم بجميع ما أمره الله به ويبتعد عن جميع ما نهى عنه، وأن الأعمال الصالحة التي يمكن للعبد التقرب من خلالها إلى الله سبحانه وتعالى كثيرة ومتعددة، فمنها ما يكون بالفعل الجسدي، ومنها ما يكون بالقول، ومنها ما يكون منشأه القلب، ومنها ما يكون فعلا ماديا مطلقا. سنعرض لكم في هذا الفيديو أيضا المرأة التي هجم عليها ثعبان وهي تصلي في حديقة منزلها. تحكي امرأة جزائرية تبلغ من العمر 44 عاما، وكانت امرأة من الصالحين، تقول: كنت أجلس في حديقة منزلي وأستمتع بهواء الطبيعة وأتدبر في خلق الله عز وجل، وبينما أنا جالسة في الحديقة جاء وقت العصر، ثم قمت بصلاتي، وبينما أنا في صلاتي وإذا بثعبان ضخم يقف أمامي، فزعت في البداية فزعا شديدا، لكنني لم أقطع صلاتي. فكرت أن الله حتما سيحميني وسيكفيني عن الخطر، ولو مت يا لها من موتى وأنا ساجدة لله عز وجل. هذا ما دار في عقلي وهذا ما قمت به. أكملت صلاتي وأنا ساجدة، قلت سبحان ربي الأعلى 3 مرات باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وعندما رفعت رأسي من السجود مر الثعبان الضخم من أمامي كأنه لم يراني ولم يقترب مني أبدا. وعندما عادت هذه المرأة الصالحة إلى بيتها حكت ما حدث لها إلى زوجها، بكى زوجها وقال لها: قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم. وقال لها أيضا: قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله كان مع الصابرين. فانهارت المرأة من البكاء وسجدت لله عز وجل، وبعد أن انتهت من السجود قالت لزوجها: علمت الآن فضل الصلاة والدعاء والتقرب لله عز وجل، ورددوا معي: الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذا أتممت هذا الفيديو فصل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى دعمنا بزر اللايك والاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. كل الحقوق محفوظة لدى قناة جزيرة المعرفة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.